ضمن سلسلة المشاريع الإنشائية المتوالية لوزارة الداخلية، افتتح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد خالد الحمد الصباح مساء أمس الخميس مبنى مديرية أمن محافظة الجهراء. وقد أكد الشيخ محمد الخالد أن القيادة السياسية العليا تدعم رجال الأمن بكل قوة، معتبرا أن رجال الدوريات هم عصب الأمن في المحافظة، وعليهم بالتدريب ورفع كفاءة الأداء للتعامل مع متجاوزي القانون. ضمن سلسلة المشاريع الإنشائية المتوالية لوزارة الداخلية، افتتح معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد خالد الحمد الصباح مساء اليوم الخميس 16 من يونيو 2016 مبنى مديرية أمن محافظة الجهراء. وكان في استقبال معاليه لدى وصوله إلى المبنى الجديد محافظ الجهراء الفريق متقاعد فهد أحمد الأمير، ووكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان فهد الفهد، وعدد من الوكلاء المساعدين والقيادات الأمنية في الوزارة. ونقل معاليه إلى قيادات قطاع الأمن العام تقدير وتحية القيادة السياسية العليا ممثلة بحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وسمو ولي العهد الأمين الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح حفظهم الله ورعاهم، وهنأهم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. واستهل معاليه جولته بإزاحة الستار عن لوحة تذكارية لافتتاح المبنى رسميا وقص شريط الافتتاح، ومن ثم تفقد أرجاء المبنى ومرافقه ومنشآته، واستمع إلى شرح كامل ومفصل حول مكونات المبنى المجهز بأحدث التقنيات لمتابعة الحالة الأمنية في المحافظة. واشتملت الجولة تفقد إدارة العمليات وقسم تحقيق الشخصية وإدارة أمن الدولة وإدارة الشؤون الصحية. بعد ذلك اطلع معاليه على سير العمل في إدارة العمليات قسم الدوريات والمباحث الجنائية وقسم مسرح الجريمة، كما تفقد معاليه قسم ادعاء المرور وإدارة تحقيقات الجهراء وإدارة النجدة قسم حماية الأرتال والمرافقات الأمنية. ثم انتقل معاليه إلى غرفة العمليات واستمع إلى شرح عن المهام والواجبات التي تنفذها. وأعرب معاليه عن ارتياحه لاستمرار الوزارة في إنشاء المباني النموذجية لدوائرها المختلفة، مبديا سعادته بهذا الإنجاز وحرص الإدارة المعنية على استكمال البنية الأساسية لجميع مرافق وزارة الداخلية باستخدام أحدث النظم والأجهزة والاستعداد المسبق في إعداد وتأهيل وتدريب الكوادر البشرية من عسكريين ومدنيين ورفع قدراتهم لاستخدام تلك التقنيات التي تهدف إلى ضمان جودة الخدمات المتعلقة بشؤون الإقامة. ونوه معالي إلى أهمية التزام رجل الأمن بتأدية دوره في حفظ أمن واستقرار المجتمع والتعامل بانضباط بما يعكس الجانب الإنساني لوزارة الداخلية، مشددا على أن الارتقاء بالعمل لا يأتي إلا من خلال الإحساس بالمسؤولية تجاه هذا العمل واحترام الموظف لقدسية الواجب المنوط به. وشهد معاليه والحضور عرضا للرماية بالذخيرة الحية في ميدان الرماية الحديث، حيث اشتمل العرض على الرماية الجماعية والرماية على المجسمات والرماية المتخصصة. وفي الختام قام معالي الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح ومرافقي بجولة في أحد المجمعات التجارية بالمحافظة للتعرف على الوضع الأمني على أرض الواقع، حيث تدافع رواد المجمع لتحيته والسلام على معاليه، واستمع إلى مقترحات المواطنين والمقيمين حول تواجد رجال الأمن وانتشاره. أشكر زميلي وأخي سعادة المحافظ الأخ أبو عبد الوهاب. مديريات الأمن طبيعي كنا من سنة أو أقل أو أكثر كنا حاطين جل اهتمامنا
لهذه القطاعات المهمة اللي هو الأمن العام. أذكر الفريق سليمان وأنا كنا نقول أيام كان الله يذكره بالخير الأخ فتاح علي أنه يجب أن نرقى في عملية مدراء الأمن مديريات الأمن ورجال الأمن العام يواكبون مو زملائهم إلا بل يتعدونها لبسط الأمن، لأن الأمن العام هو شريان الأمن في دولتكم الحبيبة. أنا سعيد جدا بما شفت اليوم من موضوع استعدادات وتدريب عالي المستوى ودقة بالعمل، هذا يرقى لي يعمل إسناد قوي لزملائكم في الإدارات الأخرى، لأن كنا أول بنقول يعني مو معقول أي حدث أي أعداد صارت وينكم يا الأمن الخاص؟ طب في رجال في مديرات أمن في مديريات أمن. فلا الآن أنا مما شفته أنا سعيد جدا بأنه صدق ارتقينا إن شاء الله ومزيد. ودائما أنا أكرر لكم وأنا أخوكم أنه أنا انبسط في عملية خفض الجريمة ونزول معدل الجريمة، هذه مسؤولية مضاعفة علينا. على ما قال الوصول للقمة سهل، المحافظة عليها أصعب. أنتم مؤمنين على أعراض وأملاك وأرواح أهل الكويت وبنقيم على هذه الأرض، فهذا غدرنا. ربنا إن شاء الله يوفق. وأنا سعيد والله جدا بما رأيت، وفعلا الآن أقدر أقول وبمزيد إن شاء الله، وأنتم كذلك أظن وياي. لا نرضى بأقل من التميز والثقة بالنفس، مخافة رب العالمين أولها وتاليها، والولاء والطاعة لسيدنا حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، وسمو ولي العهد الله يحفظهم، وسيدي سمو الرئيس. انتم سمعتوا اول امس يوم شرفنا سيدنا ماذا قال عن وزارة الداخلية، هذه اعباء اضافية تتحمل وزرها كل عنصر في هذا الجهاز. فربنا ان شاء الله يقدرنا ومزيد ان شاء الله من الانتصارات والتقدم والافراح ان شاء الله، وبيض الله وجوهكم.